بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع حل الاختبار التراكمي للفصل الحادي عشر من الفصول السابع إلى الحادي عشر، اختر الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة ستكون جيم، لأن لو قسمنا 87 على 9 تعطيني 9، في 9 ب 81 هتعطيني 9، في 81، ال 81 نطرحها من 7 يفض معانا 6، يعني هيفض معانا 68. بعد كده هنقسم ال 68 على 9 هتديني 7، 7 في 9 ب 63 وهيفيض 5. هذه هي الإجابة الصحيحة، أول واحدة جي. نروح للي بعده، رتب الكسور. طبعا عشان ارتب الكسور لازم اخلي كله 12، هضرب دي في 3 يبقى دي صارت 3، وهضرب دي في 4 يعني دي صارت 8، يعني اذا هذه 3 على 12 ودي 8 على 12. تعال بقى نشوف اصغر واحدة اللي هي الربع، واللي بعدها 5 على 12، واللي بعدها 8 على 12، يبقى هي رقم ب، لأن لازم نوحد المقام علشان نعرف الإجابة الصحيحة. اكتب أي الرموز التالية يجعل العبارة دي صحيحة. طبعا 45 أكبر من 42، يبقى هذه العلامة اللي هي أكبر من. بين الساعة التالية وقت أذان المغرب في أحد الأيام. إذا كانت العشاء بعد أذان المغرب بساعة و25 دقيقة، ففي أي ساعة يكون أذان العشاء؟ طبعا هو بيقول لي ساعة و25، لو ضفت الساعة لستة تبقى 7، طب 25 يعني 7 و10، 7 وإيه و10. نروح نطلع فوق، أي الكسور العشرية التالية هو الأكبر قيمة؟ دايما أنظر إلى اليسار أولا، هنا 11، هنا 1، هنا 5، هنا 0. طبعا ال 11 هي أكبر شيء، لا تنظر إلى أول شيء إلى اليسار، يبقى إذا ال 11. طيب نروح للي بعده، يزداد طول نبتة 4 على 5 سنتيمتر أسبوعي، أي الكسور المكافئ له؟ هخلي الخمسة تبقى 10، ضربتها في 2 واضرب برضو الاربعة في 2 تبقى 8 من 10. لا، اذا حولناها ل 10 اضرب الاربعة في 2 والخمسة في 2 تبقى 8 من 10. سمي الشكل الثلاثي الابعاد. الشكل ده طبعا احنا حتى من صف اول واحنا بناخد هذا الشكل، اسمه اسطوانة. اسطوانة اكتب الكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل. طبعا دول 8 من 10، والتمانية من عشرة بتتكتب هكذا. حدد الكسر العشري الذي تمثله النقطة نون على خط الأعداد. أول حاجة لازم أشوف هو مقسم لي المسافة من بين 8 و4 و8 و3 دول كام واحد؟ ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وصلنا ل4 بقت يعني ال10. نون بقى وصلت لفين؟ 1 2 3 4 5 6 عند 7، يعني 8 و37 من 100. هذا اما تشوف عدهم هتلاقوهم هي عند النقطة السابعة، يبقى اذا هي 8 و37 من 100. ما الجملة التي تعبر عن الجزئين المظللين؟ طبعا عشان اقارن بين القصور لازم، انا عاوز اوحد، لازم اخلي المقام هنا 40 وهنا 40. طيب هخلي دي 40 ضربتها في كام؟ في الأولانية دي ضربتها في 8، هتضرب 8 هتبقى 24 على 40، والتانية هتضربها في 5 اللي
8 ضربناها في 5، يبقى برضه هضرب التلاتة في ايه؟ في 5. هنا 1 2 3 من 5، يبقى تضرب التلاتة في 5 بكام؟ ها؟ دول هنا تلات أجزاء من 5 أهم، 3 من 5 ضربنا 5. طيب الجزء الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني 5 على 8، الثمانية دي أضربها في 5، يبقى أضرب دي في 5، يعني دي بقت 25 على 40، ودي 24 على 40. طب هنا بيقول لي ال 24 اكبر من 25، اقول له لا، اللي اذا الاجابه الصحيحه هي د. بس انا لازم اعرفكم احنا جبناها ازاي، لازم اوحد المقام عشان يتضح لي الموضوع. يبقى د نمسح. اي المجموعات الكسور التاليه مرتبه من الاصغر الى الاكبر؟ اول حاجه لازم احط صفر، اما الاقي صفر واحد بس كده لازم احط ايه؟ صفر هنا واحط صفر هنا، تمام؟ يبقى هنا لازم نحط صفر ولازم نحط هنا صفر. طيب شوف كده عندي هنا بادئ بيقول لي 60 وبعدين 6، لا هنا لا دي ما فيش هنا صفر، صفر مش هنا، الصفر يتحط هنا اهو، هنا دي بقت 6%، 60 وبعدين 66، يبقى د هي المرتبة من الأصغر إلى الأكبر. دايما بعد العلامة ما ينفعش أقارن بين رقم ورقمين، لازم يكون كل رقمين أمام العلامة، لكن وراها عادي، في يسارها عادي. فوق الكسر المكافئ عندي 3.8 من 100، 8 من 100، فين 8 من 100؟ ده 3.8 من 100، تمام كده. بعدين بيقول لي هنا صالة مستطيلة مساحتها 84 متر مربع وطولها 12 مع عرضها، هاقسم ال 84 على ال 12 هتعطيني 7 متر مربع، يعطيني كام؟ 7 متر مربع. نتأكد منها تاني، لأن نشوف ال 12 في 7 تعطينا 142، فتعطينا 84. يبقى هنا ال 12، هنا 12 84 تقسيم 12 يعطيني 7، خلاص اكتب 5 و7 في كسر غير فعلي. كسر غير فعلي يعني تضرب 7 في 5 زائد 3 عليهم، 7 في 5 بكام؟ ب 35، و3 يعني 38 على ال 7، يعني ما تحول لكسر غير فعلي تضرب البسط في المقام وتزود الثلاثة. طيب اللي بعده عاوزها كسر، عدد كسر، اقسم ال 27 تديني كام؟ 4، ال 4 في 6 ب 24 وهيفيض 3، يبقى هتديني 6 وهيفيض 3 على 4. أجب على النمط التالي موضحا خطوات الحل. هنا بيقول لي إيه؟ كانت 6000، إيه اللي حصل؟ بقت 1200. طب أنت 6000 هتطلع معاك 1200 إزاي؟ هيبقى هنا قاعدة النمط الذي عد به هو القسمة على 5، لو قسمنا على 5 هتطلع معانا العدد ده. لو عاوز تقسم شيل الصفر دوتي، هتقسم 600 على 5 هتطلع معاك 1000 وإيه؟ أو 6000 يعني على 5 هتطلع معاك 1200، هترجع تقسمهم وهكذا العدد
يبقى هنا هتقول لي القسمة على ايه؟ القسمة على 5، تمام؟ العمل على النمط التالي هيكون لو انت قسمت 240 على 5 هيعطي لك 48، هنا القسمة على 5. اعمل له كده النمط، مثلث كده يعني، نمط القسمة على 5، والناتج بتاعنا هنا 48. لو قسمت على 5 يطلع معاك 48. انا مش عاوز اطول معاكم، انا ممكن نقول ايه ازاي يعني 240 تعطيني 48. قسم كده على 5، قسم كده على 5، الخمسة فيها كام؟ 24. الخمسة في كام؟ 5 في 4 ب 20، وهيفيض معايا 4، ننزل الأربعة والصفر، بعد 40 الخمسة فيها كام؟ فيها 8، بس كده، تمام؟ يبقى احنا هنقول له النمط بتاعنا قسم على 5 و48. وما تنسوش اللايك والدعاء والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.